كانوا عظماء مناضلين وأوفياء، علينا جميعا أن نتذكر 6 أكتوبر كما كان عليه، عنوان للعزة وانتصار الإرادة. برحب بضيفي وضيفكم اللواء حمدي عبد الحفيظ، أحد أبطال سلاح الإشارة في حرب أكتوبر 73. أهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا. قبل ما نبدأ الحوار مع حضرتك ونسمع ذكريات حضرتك عن هذه الفترة العظيمة، معانا تقرير عن التضحيات اللي قدمها المحاربين القدامى خلال حرب أكتوبر. معانا أيضا في هذا التقرير ليس فقط لقاءات مع أسرهم، ولكن هناك من لازال على قيد الحياة ويستطيع أن يسرد شهادته عن هذه الفترة التاريخية الجليلة بنفسه، يحكي لنا عن كواليسها، يحكي لنا عن أشياء لحد النهاردة لا نعلم عنها شيء. هذه الحرب إلى هذا اليوم بتدرس بكل ما جاء فيها من مشاهد السجلات العسكرية بترصدها. الحقيقة أن التقرير يستعرض أيضا الخدمات الطبية التي بتقدمها جمعية المحاربين القدامى لهؤلاء الأبطال اللي ممكن يكون فيهم الكثير خرج يعني مشهد مختلف عن حياته الطبيعية اللي ممكن أي واحد فينا يعيشها نتيجة هذه الحرب. خلينا نتابع التقرير ونرجع لبدء هذا الحوار. بعضهم قد فقد يدا أو ساقا، آخرون فقدوا القدرة على الحركة بقية أعمارهم، لكنك عندما تنظر إليهم وبعد مرور 40 عاما على حرب 73 لا ترى إصابة أو إعاقة، وإنما فخر بالنصر الذي شاركوا في تحقيقه. إنهم المحاربون القدامى. انتصرت برضو على 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 الإصابة بتاعتي بعد 73. لعبت رياضة، اشتغلت فن، كان عندي ولد وبنت علمتهم، اتخرجوا من الجامعة واتجوزوا. يعني الحمد لله أنا قدرت أحقق حاجات كتير يمكن ما حققهاش بني آدم عادي بيمشي على رجليه. في المجال الفني طبعا أنا الحمد لله عملت يعني عملت معارض في أماكن كتير كويسة. أنا عملت في جارة الأهرام، عملت في دار كنت مرة عم بعمل معرض في دار الأوبرا، وشافوا وزير الثقافة قال المعرض ده يروح الأكاديمية المصرية بتاعتنا في روما، ورحت عرضت في الأكاديمية المصرية بتاعتنا في روما على 3 أسابيع هناك. الناس الطلاينة لما شافوا المعروضات بتاعتي مبهورين، لدرجة إن حد قال إن أنتوا يا مصريين عايزين تقولوا إن أنتوا يعني النحت ده أحسن نحت مصري، إن أنتوا أم النحت يعني عشان النحت الفرعوني. عملت في لندن معرض، وعملت طبعا في اماكن كويسه، واخد جوائز في نادي بورسعيد الدولي، واخر جائزه واخدها في الصالون الخاص للاعاقه، واخد جائزه، اخدت جوائز كتير في الفن وفي الرياضه برضو الحمد لله، يعني وصلت ان انا ابقى اولمبي. جمعية المحاربين القدامى التي أسست عام 1951 لدعم ورعاية المحاربين القدامى وضحايا الحروب، ثم أعيد تأسيسها تحت لواء وزارة الدفاع، توفر الخدمات الصحية والمادية لأعضائها، وتقيم معارض فنية لتسويق منتجاتهم. جمعية المحاربين بتقدم لي الخدمات الطبية، بتقدم لي المساعدات المادية، بتقدم لي كل يعني أنا مقيم في الوفاء والأمل، وبتقدم لي كل الرعاية وكل ما أحتاجه، زائد العرض المعروضات دي اللي قدمت لي الخامات وجابت لي الأدوات وجابت لي الإزاز، وهي اللي بعد ما بخلصها بتركب لي البراويز وبعدين بتسوقها لي. المواطن عصمت كمال هو أحد الذين أصيبوا في حرب أكتوبر، يمارس رياضة والنحت الخشبي، ويرى أن الحياة خارج جمعية المحاربين القدامى صعبة. كرسي اللي هو أنا ما بعترفش فيه، اللي هو أنا الكرسي ده أنا قاعد عليه مش هو اللي قاعد عليا، وهو اللي أنا اللي فوق منه مش هو اللي فوق مني، وأنا خدت قاعدة أساسية عندي إن أنا مانيش معاق، لأن أنا عقلي سليم وإيدي سليمة الحمد لله، وأنا استمريت الحياة. الحرب بتمثل ليا نقطة القوة، خلتني حاليا أنا مقدام على كل حاجة، خلتني أنا قادر على إن أنا أخوض الصعاب. الشجاعة التي أثبت هؤلاء المحاربون امتلاكها وقت الحرب تبدت أيضا في السلم،
فصانع الانتصارات يصنعونها أينما وكيفما كان. يعني إذا كان هناك من فقد جزء من جسده لحماية الوطن وحمايتنا جميعا، بنوجه له التحية والتقدير النهاردة في هذا اليوم، يوم العزة والنصر والكرامة. في ناس تانية حربت وبالرغم من مرور 40 سنة هم لسه في المستشفى، لسه خاضعين للعلاج كل العمر ده، ما خرجوش من المستشفى. منهم العميد وجدي، عبر إلى سيناء وأصيب في مصيدة التو وبيعيش بأربع شظايا في الرئة، تقريبا مصاب بشلل في مستشفى المعادي، مقيم كل السنين اللي فاتت دي خاضع للعلاج. هناك أيضا العميد حسن عبد الحميد. العميد حسن عبد الحميد أسقط 5 هليكوبتر وأصابته فانتوم قبل أن يتوضأ، يخضع كذلك للعلاج. طبعا الجسد تقريبا منتهي، بيسافروا للخارج صحيح وبيعودوا مرة أخرى لمستشفى المعادي، ولكن يكفي أنه ما تبقى من العمر في المستشفى. وزي ما الحكايات بتقول، العميد وجدي لا يريد الحديث عن أي شيء، واكتفى بأن يعني القوات المسلحة بتؤدي دورها تجاهه، وكذلك جمعية المحاربين القدامى بتؤدي دورها تجاهه، وراضي بقضاء الله. كل التقدير لهم على ما قدموه لهذا الوطن، ودي هي القصص اللي احنا بقى محتاجينها في الأيام دي. الحقيقة فرق كبير جدا من ينتمي إلى وطن ومن ينتمي إلى تنظيم. برحب مرة تانية بسيادة اللواء حمدي عبد الحفيظ. سيادة اللواء، من طبيعة خدمة سيادتك في سلاح الإشارة، اذكر لنا يعني نماذج من بطولات تضحيات للمحاربين. لا يعني لو بدأنا نتكلم عن البطولات والتضحيات بالنسبة للمقاتلين، يعني بتهيالي ان هو يعني تنفيذ المهام اللي أخدتها القوات أو اللي أخدتها عناصر الإشارة اللي موجودة في القوات المسلحة في هذا الوقت. هقول مثل واحد بس، انه كان معايا في الفرقة اللي انا كنت فيها، الفرقة 23 مشاة ميكانيكي، انضم منها اللواء 24 مدرع الى الفرقة الثانية تحت قيادة سيادة اللواء او الله يرحمه حسن ابو سعدة بقائد اللواء، وهم بيعدوا القناة. يعني هو بقى بيعدي مع الفرقة الجديدة اللي هو تحت قيادتها، كان في رئيس الإشارة جنبيه، جنب قائد اللواء العميد جورج، وكان رئيس الإشارة بتاعه وقاعد جنبه النقيب علي، وكان لسه متزوج وخلف طفل صغير. جت وهم بعد ما عدوا، جت تاو اللي انت قلت عليها دلوقتي ديت، جت واحدة في عربية القيادة استشهد فيها علي وتعور فيها جورج، وجورج اتنقل للمستشفى، وعلي عينت واحد تاني مكانه بسرعة. وفي نفس الوقت اللي حصل يعني بعد كده، ان هو جه العميد نياز الشيمي مسك قائد اللواء، واللواء ده يعني عمل كل اللي انت تخيليه. كفاية حاجة واحدة بس اللي انا هقولك عليها، ان هو اللي اثر عساف يا جوري. اللي عايز اقول البطولة بتاعت علي الله يرحمه ويكون شهيد عند ربنا ان شاء الله، يعني هو بنفسه كان مع قائد اللواء، ويعني ربنا يكرمه ان شاء الله ويكون. طيب معانا اتصال هاتفي من دبي. أهلا. الفريق ضاحي خلفان، قائد عام شرطة دبي. صباح الخير يا فندم. يا هلا وسهلا، صباح النور، اهلا بحضرتك. يعني اهلا وسهلا حضرتك، طلبت انك توجه كلمه للشعب المصري النهارده. يعني باعتباري حقيقه يعني كمواطن عربي يعني استشعر بعظمه هذا اليوم. يعني حقيقه يعني احنا يعني في هذه المناسبه، يعني هي ليست مناسبه مصريه حقيقه. يعني حرب اكتوبر وانتصار اكتوبر كان انتصار للامه كلها. باعتباري يعني مواطن عربي، يعني يطيب لي في هذه المناسبة أن يعني أبارك للشعب المصري وللقوات المسلحة العظيمة. أنا زرت خط بارليف قبل يعني الحرب بثلاث شهور، ووقفت على الضفة يعني الغربية، في حين أن كان يعني في المقابل خط بارليف
بيعني عظمته وقوته ومتانته وعلوه. كان يبدو ان الاجتياح يعني شيء ضرب من ضروب الخيال. وحينما جاءت انتصارات اكتوبر وجاء العبور وجاء تدمير خط بارليف وعبور القوات المصريه الى اراضي سيناء، كم كنت كمواطن عربي يعني سعيد وعمت الفرحه ليس فقط الحاره ولكن كل البلد، فكنا في منتهى السعاده. حينما تتكرر هذه الاحتفالات وهذه المناسبه نستذكر حقيقه الرجال العظام الكبار والجنود البواسل المصريين الذين عبروا من اجل تحرير الارض. نحييهم حقيقه في مثل هذه المناسبه، ونقول لاولئك الذين يعني يعملون على يعني محاولات لاستقطاع اجزاء من سيناء بان هذه سيناء قالي على الامه العربيه كلها، وان الجيش المصري بذل فيها يعني دماء شهداء قدموها في تضحياتهم في عبور القناه. فيا من تحاولون ان يعني تستقطعون اجزاء من سيناء اعلموا تماما ان هذه الارض يعني ارض عربيه وانها غاليه على الجميع. أنا بشكر حضرتك الفريق ضاحي خلفان قائد عام شرطة دبي على هذه المداخلة الهاتفية. وسيادة اللواء، إزاي مصر عمقت المشاعر القومية لدى شقيقتها العرب؟ يعني من وجهة نظري الشخصية مصر جزء لن يتجزأ من الأمة العربية كلها. وبقول الأمة العربية لأن إحنا جزء من هذه الأمة وإحنا قلب الأمة العربية النابض في هذه المنطقة. وأي حاجة تمس مصر فهي تمس العرب كلها، وأي حاجة تمس أي دولة عربية في أي مكان من سواء كان آسيا أو في أفريقيا فهي تمس مصر برضو أساسا. الرباط ده باقي إلى يوم الدين، ومصر برضو ما عايز أقول إنها يعني هي الأساس في هذا، لأنها كده أنهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إحنا في رباط إلى يوم القيامة. فما تقدريش تقول ان حاجه اسمها يعني تعمل مهما قالوا مهما عملوا ومهما حاولوا تفرقنا، ان في النهايه برضه هي الامه العربيه هتفضل باقيه وهتفضل مصر في قلبها ان شاء الله. حضرتك شايف انه جمعيه المحاربين القدامى وكذلك اقامه احيانا معارض فنيه كافيه الاشياء دي للمحاربين؟ كافيه لتعويضهم عما فقدوه؟ وانا طبعا من يعني من اعضاء هذه الجمعيه وباشيد قدام القوات المسلحه وقدام الشعب المصري ان هي قايمه بواجب كويس جدا، والقياده بتاعتها او الناس اللي بيديروا هذه الاعمال ناس على مستوى المسؤوليه وفي عينيهم وفي قلوبهم كل من هو محارب قديم ومحتاج الى ان هم يبقوا معاه ويساعدوه. طيب حضرتك عندك تقدير لأعداد المصابين في العمليات خلال أكتوبر؟ لا بصراحة يعني ما طب إزاي بيتم يا فندم رعايتهم، رعاية المصابين؟ لا ما أنت شايفة هو ده مثل أنت قلت مثل حالا دلوقتي حي جدا. يعني ما في واحد هم عايشين في المستشفى لحد يعني النهار، وبعدين يسافروا بره وبعدين بيعملوا كل الإمكانيات اللي هي ممكن متاحة ليهم في أن هم يعني يقللوا يعني يقللوا المعاناة بتاعتهم على قدر ما تستطيع الظروف اللي هي موجودة. طيب هو دلوقتي الصورة من أمام النصب التذكاري منذ قليل والسيدة جيهان السادات وبعض الشخصيات العامة من مجالات مختلفة، مجالات سياسية ومجالات فنية بيزورون النصب التذكاري ويقدمون التحية للسيدة جيهان السادات احتفالا بانتصارات أكتوبر. السيدة جيهان السادات بتتلقى التقدير من الناس زي ما احنا شايفين في الصورة وكذلك من شخصيات عامة موجودة أمام النصب التذكاري. الصورة اللي معانا دلوقتي منذ قليل من أمام النصب التذكاري.
طبعا واضح من الصورة انه الحقيقة التواجد ليس فقط للشخصيات العامة، ولكن المواطنين كذلك بيشاركوا السيدة جيهان السادات زيارتها للنصب التذكاري، وصور السادات مرفوعة، وهناك مندوب عن رئاسة الجمهورية. يعني المواطنين طبعا الحقيقة دورهم واضح جدا في أكثر من مشهد في الشارع المصري، بيشاركوا وبيتواجدوا ويعلنوا عن موقفهم. الصور اللي معانا دلوقتي هي صور النصب التذكاري منذ قليل، وصور أيضا حصرية لقناة سي بي سي. يقرؤون الفاتحة، وواضح هنا أنه زيارة السيدة جيهان السادات انتهت للنصب التذكاري. الأعلام المصرية طبعا مرفوعة في الشوارع المصرية من الساعات الأولى لهذا الصباح، ليس فقط أمام النصب التذكاري، الأعلام المصرية مرسومة على الوجوه في مصر، الأعلام المصرية مرسومة أيضا في سماء مصر في انتظار رؤيتها النهاردة من قبل الطائرات، وهي بتحيي الجماهير المصرية وبترسم العلم المصري في السماء. في الصورة طبعا أستاذ ممدوح الليفي. وعدد من الشخصيات العامة في عدة مجالات. سيادة اللواء، التجارب الدولية في التعامل مع مصابي العمليات الحربية، يعني إزاي بتتم رعايتهم بالضبط؟ يعني انا طبعا مش خبير في النقطه دي، لكن انا يعني اللي ملاحظه واللي شفته من زمايل كانوا يعني مصابين او من العمليات الحربيه ومحاربين قدماء، يعني بيتعاملوا معامله انا متهيالي ما فيش دوله في العالم يمكن تكون زينا، او احنا لا يبخل القوات المسلحه ولا المحاربين القدماء كإدارة في أنها تقدم كل المعونة إلى المحاربين القدماء. طيب، معركة العبور استمرت يعني تقريبا 6 ساعات، حضرتك ممكن توصف لنا المشهد أكتر؟ أهم من كانوا مع حضرتك من بداية اليوم وبعد كده ما لقيتهمش. هو اللي مأثر فيه قوي يعني علي وجورج، بس جورج ما توفاش يعني. وبعدين الفريق او اللواء والعميد ايام الشهيد بتاع قائد الفرقه نفسه استشهد في العمليه دي، لان الفرقه 23 انا اللي كنت فيها، كنت ماسك رئيس اشاره الفرقه، وفي نفس الوقت الفرقه كانت في النسق الثاني بتاع الجيش الثاني الميداني. اللي حصل ان الفرقه ما فضلتش في النسق الثاني فعلا، لكن اللي حصل ان هو اللواء المدرع بتاعها واللواء كمان مشاة ميكانيكي طلعوا مع الانساق الاولى، وزي ما قلت لحضرتك قبل كده ان هو عبر مع الفرقه الثانيه اللواء، واللواء الثاني كان موجود عند فؤاد عزيز غالي في الفرقه 18 وماسك وبيأمن خلفها، وكان فاضل اللواء 116 هو اللي فاضل مع قياده الفرقه. في الوقت ده حصلت الثغره، فدفعت اللواء ومعاها القياده لحصار الثغره، وفي الاخر نجحت القوات فعلا في انها تحاصر ومنعت الدخول من الاسرائيليين الى الاسماعيليه بالتعاون مع قوات الصاعقه، قوات المظلات، الفرقه 23 مشاة ميكانيكي. وكانت دي البدايه لوضع الخطه لاباده الثوره الثغرة من على الخريطة الحرب. قبل الهوى قلت لي انه الصورة اللي موجودة دلوقتي معانا على الشاشة من عدد من الميادين في مصر مختلفة، الانتصار والاحتفال بذكرى هذا الانتصار حضرتك شايف انه مختلف تماما، وانك حاسس بيه وحاسس ان الناس بتشعر به في هذه المره دونا على المرات السابقه. ليه بقول كده؟ وليه احساسي انا؟ بلاش يعني خليش الاحساس انا الداخلي، ليه
ليه انا قلت كده مع حضرتك قبل البتاع؟ لاني شايف ان التوفيق التام اللي صاحب تصورات اللي كانت حاصلة في خلال الثلاثة اللي فاتوا في اخرها ويعني توفيق القادة والجيش والقوات المسلحة في انها تخرج البلد من الجب الكبير اللي كانت موجودة فيه الى ده يعتبر في وجهة نظري نصر زي نصر حرب اكتوبر سنة 73. ولذلك الناس النصر اللي جواها من 73 واللي كانت يعني بتقول عليه النهاردة القوات المسلحة اثبتت بما لا يدع اي مجال لاي شك ولا لاي تطاول انها هي الدرع الحامي وهي جزء لا يتجزأ من الكيان للشعب المصري وللأمة المصرية وللأمة العربية. القوات المسلحة المصرية طوال تاريخها دايما 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 ربنا يوفقهم. ومع كده في اعتداء على أشرف إنجازات الوطن على الاحتفال بهذا اليوم ومحاولة اختراق المشهد اللي احنا شايفينه اللي معبر عن الوطنية من أكتر من مكان في مصر. يمكن من قدام ماسبيرو كان أول مكان الناس بدأت تنزل وتتوافد. أنا عايز أقول لك حاجة، ما حدش يقدر يعني يبقى النور قدامه ساطع ويقول الدنيا ضلمة. هذا التربص باستقرار يعني أنا الوطن. أقول أي حد يحاول يعني يروح ناحية النقطة دي ويعمل أي حاجة غير اللي هو شعر الشعب المصري يبقى هو اصلا لا ينتمي الى المصريين، لا ينتمي الى مصر. يعني انتماء الانسان لمصر يشوف ايه هي مصر، مصر ايه ده، مصر وقيمه وقوه وقوات و و و و و وشعب رزح وشاف كتير وصمد. وانا اجي يعني اهين قوات المسلحه، اعمل اي حاجه ضد قوات المسلحه، مفيش، غير مقبول وغير ما وغير ما وغير منطقي كمان، الا اذا كان طيب. غير مصري. وانت طيبه بالصحه والسلامه. طيب. اللواء حمدي عبد الحفيظ احد ابطال سلاح الاشاره في حرب اكتوبر 73، بشكر حضرتك على تلبيه الدعوه. فاصل ونستكمل اخر المشاهد لحد دلوقتي كلها وطنية وفرحة عارمة من المصريين في عدد من الميادين والشوارع. خليكم معنا. الوطن يستطيع أن يطمئن ويأمن بها.
انه قد اصبح له درع وسيف.